مساء الخير واهلا بكم الى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها. مواجهات عنيفة وقصف بالصواريخ في حي جوبر بدمشق، الاكراد يحاصرون المركز الثقافي في كوباني حيث يتحصن مسلحو داعش. لاريجان يأمل من دمشق بتقديم استراتيجيات وحلول لمكافحة الارهاب، ويرى ان حل الازمة السورية سياسي وقائم على اسس ديمقراطية. العميد المنشق مناف طلاس يتهم الأسد ببيع سوريا للإيرانيين ومحاولة اغتياله بعمومات ناسفة زرعت خارج مكتبه في دمشق. تواصلت المواجهات العنيفة في حي جوبر بالعاصمة دمشق على الرغم من قصف النظام بصواريخ أرض أرض، واشتد القصف على حمصة ودرعا كما سمعت أصوات اشتباكات وانفجارات داخل مدينة يبروت في القلمون وسط استنفار لمسلحي حزب الله في حي القاعة. أما في كوباني فحقق الأكراد تقدما وسيطروا على مبانٍ جديدة وحاصروا المركز الثقافي حيث يتحصن عناصر من تنظيم داعش. أعنف المواجهات شهدها حي جوبر في العاصمة دمشق. الثوار تمكنوا من اغتنام أسلحة وإعطاب دبابة لقوات الأسد وقتلوا عددا من الجنود بعد محاولتهم التسلل إلى حي المحاصر، فرد النظام باستهداف منازل المدنيين بصواريخ أرض أرض. وامتدت الاشتباكات إلى أطراف بلدتي زردين وحوش الفارة في ريف دمشق ما أسفر عن سقوط قتلى وتدمير آليات عسكرية لقوات الأسد. وسمعت أصوات اشتباكات عنيفة وانفجارات قوية داخل مدينة يبروت في القلمون وسط استنفار لمسلحي حزب الله في حي القاعة. وتجددت الاشتباكات بين مقاتلي لواء اليرموك وجبهة النصرة في الريف الغربي لدرعا، بينما تعاني أحياء في درعا البلد من قصف مدفعي لقوات النظام. وفيما أمطرت قوات الأسد مدينة اللطامن في حماه بالبراميل المتفجرة، تعرض حيي الوعر والرستم في حمص لقصف بالدبابات والرشاشات الثقيلة والإسطوانات المتفجرة. وأغار الطيران الأسدي على منازل المدنيين في حلب، بينما دارت اشتباكات بين الشبيحة والثوار على جبهة بريج. وفي الشمال أيضا أحرز المقاتلون الأكراد تقدما جديدا في مدينة كوباني بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش، وحاصروا المركز الثقافي الذي يسيطر عليه التنظيم تمهيدا لاقتحامه. للمزيد ننضم إلينا عبر سكايب مراسل شبكة شام في دمشق وريفها حسان تقي الدين. سيد حسان أهلا بك. أهلا بكم. هل لا تجمل لنا المستجدات في العاصمة وريفها خصوصا بعد فشل النظام في دخول الحي جوبر؟ نعم سيدي الكريم، في البداية أريد أن أتحدث عن أحداث مدينة دوما التي استهدفها الطيران الحربي اليوم بأربعة صواريخ. هذا نتيجة هذه الصواريخ دمر حي بالكامل، تلف العشرات من الجرحى بعد إسعاف هؤلاء الجرحى. تم استهداف المدينة أيضا بعدة قذائف هاون أيضا سقط على إثرها العديد من الجرحى. اليوم المدينة مدينة دوما تنزف بشكل كبير جدا بسبب الاستهداف المتكرر لها من قبل قوات النظام. بالانتقال إلى حي جوبر الدمشقي والذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ عدة أيام على التوالي على عدة محاور، اشتباكات بين قوات الثوار وقوات النظام، واليوم تم الإعلان عن مقتل أكثر من 7 جنود من جنود النظام بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات النظام وقوات الثوار في الحي. أيضا دارت اشتباكات على عدة مناطق أخرى لا سيما على جبهات الغوطة الشرقية في بلدة ميدعة، وأيضا على جبهة تل كردي التي تم الإعلان فيها عن مقتل أكثر من 14 عنصر من عناصر قوات الأسد، بالإضافة إلى تدمير دبابتين واغتنام أخرى على هذه الجبهة، وأيضا تدمير دبابة على جبهة بلدة ميدعة. أيضا الاشتباكات لا تزال متواصلة على جبهة بلدتي بالا وزبدين وسط قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام بصواريخ الأرض أرض والمدفعية الثقيلة واستهداف المنطقة بالقناصة المتمركزة على محيط المدينة على محيط البلدتين. أيضا في الريف الغربي لا يزال هناك اشتباكات بين قوات الثوار وقوات النظام في عدد من بلدات الريف الغربي لا سيما المناطق القريبة من أسترات السلام، واعتقالات تقوم بها قوات النظام والأفرع الأمنية لا سيما في العاصمة دمشق. اليوم تم تسجيل اعتقال 20 شاب من شباب العاصمة دمشق في حي الميدان الدمشقي. شكرا لك حسان تقي الدين مراسل شبكة شام في دمشق وريفي دمشق. التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له، وشدد لاريجاني على أن حل الأزمة في سوريا سياسي وقائم على
أسس ديمقراطية وفق إرادة الشعب السوري، وأعرب لدى وصوله إلى مطار دمشق عن أمله بأن يقدم استراتيجيات وحلولا لمكافحة الإرهاب خلال مباحثاته، مؤكدا دعمه للحكومة والشعب السوريين. لاريجان الذي يزور كل من سوريا ولبنان والعراق خلال جولات تستغرق 4 أيام كان قد أعلن من طهران أن الإرهابيين سببوا المشاكل والفوضى والأزمات، معربا عن أمله بأن تؤدي التحركات في المنطقة إلى نهاية الأزمة في سوريا. اتهم العميد المنشق من الجيش السوري مناف طلاس في حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال، اتهم بشار الأسد ببيع سوريا للإيرانيين واختياره تدمير البلاد بدلا من إصلاحات جادة وذات صدقية، كما اتهم النظام بمحاولة اغتياله بعدما اكتشف حراسه 6 عبوات ناسفة زرعت خارج مكتبه في دمشق. اتهم العميد المنشق عن جيش سوري مناف طلاس النظام السوري وإيران بعلاقتهما المباشرة في تفجير خلية الأزمة في شهر تموز 2012 الذي قتل فيه أصف شوكت. وكشف طلاس في حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال أنه انشق قبل 2 أسبوع من مقتل أصف شوكت زوج شقيقة بشار الأسد بعدما اكتشف حراسه 6 عبوات ناسفة زرعت خارج مكتبه في دمشق، متهما الأسد بمحاولة قتله أيضا. وأضاف طلاس أنه وشوكت كانا من بين الذين يدعون لمحادثات مع كل من معارضي النظام السلميين والمسلحين، وهو موقف يتناقض مع موقف الأسد وقادة الأمن الذين سعوا لسحق الثورة. ورأى طلاس الذي يعيش في باريس أن بشار الأسد لم يختر في أي وقت القيام بإصلاحات جادة وذات صدقية، وبدلا من ذلك اختار تدمير البلاد، وأضاف لقد باع سوريا للإيرانيين. وعن الأيام الأولى لاندلاع الثورة السورية في درعا ورد النظام باختيار الحل القمعي عبر قتل المتظاهرين، كشف طلاس أنه تلقى اتصالا هاتفيا من بشار الأسد لأخذ مشورته فيما يجري، وقال له حينها اقترح ازالة محافظ درعا واطلاق سراح جميع الاشخاص الذين اعتقلوا في التظاهرات واعتقال قائد الامن المحلي والتكفير عن عمليات القتل من خلال زيارة يقوم بها الى المدينة. واضاف طلاس قلت له ان مجتمعنا قبلي وسوف يثمن بادرته التصالحية هذه، فقال لي تمام. وطبع طلاس مع نزول المزيد من المتظاهرين الى الشوارع ارتفع معدل القتل، وفي خطاب امام البرلمان في 30 اذار 2011 قال الاسد انه ليس سرا ان سوريا تواجه اليوم مؤامرة كبرى ينفذها أشخاص من داخل الوطن ومن البلدان البعيدة والقريبة. وفي الاجتماع الأخير في أيار 2011 روى طلاس أنه قال للأسد أنا صديقك ونصحتك بعدم اختيار الحل العسكري بل باتخاذ الحل السياسي فهو أكثر شمولا، فأجابه بشار حينها أنت ضعيف جدا. نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشاركة قوات أمريكية برية في تصدي لهجمات مسلحي داعش على أطراف الأنبار في وقت سيطرت فيه قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على مطار تل العفر العسكري تمهيدا لاستعادة مناطق في هيت والرمادي. جاء ذلك عقب تحرير قوات البشمرجة أكثر من 20 قرية في قضاء تل العفر، كما وصلت طلائع البشمرجة إلى وسط مدينة سنجار تحت غطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف. في هجوم مباغت تمكنت قوة عراقية خاصة من الفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب من السيطرة على مطار تل العفر العسكري بعد إنزال جوي كبير. وقال مصدر إن القوة قامت بعملية إنزال جوي على مطار تل العفر بعد قصف لتجمعات داعش في داخله، وأشار إلى أن الاشتباكات تجري حاليا بين قوات الفرقة الذهبية وإرهابيي داعش في محيط المطار بمختلف أنواع الأسلحة. هذا التطور جاء في عقب تحرير قوات البشمركة مع الجيش العراقي أكثر من 20 قرية في قضاء تل العفر. وفي سنجار وبعدما وصلت طلائع البشمركة إلى وسط المدينة واصلت تقدمها وبسطت سيطرتها على المناطق المحيطة بسنجار تحت غطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف، ما دفع بمسلحي داعش إلى التخلي عن مناطق واسعة متراجعين إلى سنوني شمال جبل سنجار. إلى ذلك قتل أكثر من 40 عنصرا من تنظيم داعش بقصف لطيران التحالف استهدف نحو 20 مركبة للتنظيم في محافظة الأنبار. الجيش العراقي صد هجوما لمقاتلي داعش على قضاء هيت غرب العراق ودفع ب3 ألوية إلى المنطقة في وقت أعلنت مصادر عراقية عن بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة الوفاء في الرمادي. وسط هذه الأجواء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي بدأ زيارة رسمية إلى الكويت تستمر يوما واحدا نفى مشاركة قوات أمريكية برية في التصدي لهجمات داعش على أطراف الأنبار الأسبوع الماضي. وفي نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل،
توزيع هدايا الميلاد وسط بيروت على أبناء العسكريين المخطوفين. استمع وزير الخارجية الهولندية بارت كوندرس في اسطنبول إلى مطالب ناشطين سوريين أطلعوه على المستجدات في سوريا، خصوصا في حلب وحمص. ووعد الوزير الهولندي بنقل مطالب السوريين إلى مجلس الأمن الدولي في الجلسة المقررة الاثنين، إضافة إلى التنسيق مع مجموعة أصدقاء سوريا لتحقيقها، مؤكدا أن سبب اللقاء هو التعرف إلى أصوات شابة بعيدة من الاستقطابات السياسية ومعرفة الوضع السياسي في سوريا منهم مباشرة، كما شكرهم على ما فعلوه في قضية الأب فرانسيس الذي اغتيل في حمص. أعلنت أنقرة أن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى عين العرب كوباني تجاوزت قيمتها 11 مليون و500 ألف دولار منذ آب العام 2012. وعالج مستشفى سوروج الحكومي في ولاية شانلي أورفا نحو 820 جريحا من كوباني، من بينهم 146 مسلحا. ونقلت وحدات الإسعاف 872 مصابا من الحدود مع سوريا، إضافة إلى ولادة أكثر من 60,000 طفل وتقديم خدمات طبية للحوامل. وأحصت أنقرة دخول نحو 193,000 مواطن كردي من منطقة كوباني إلى أراضيها عبر 3,000 مركبة. في ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين في جرود إرسال، أعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط أن وزير الصحة وائل أبو فاعور مستمر وبتفويض منه بالاتصال بداعش والنصرة، متمنيا على أعضاء خلية الأزمة إدراك أهمية حياة العسكريين. أضاف جملاط في تغريدة عبر تويتر: هناك اللواء عباس إبراهيم ذو الخبرة الكبيرة والوزير نهاد المشنوق ذو المعرفة الواسعة، والمطلوب توحيد الجهود لإطلاق الجنود تحت شعار المقايضة وأولوية المحافظة على حياتهم. وفي مزرعة الشوف في جبل لبنان، أمهلت عائلة الجندي المخطوف سيف ذبيان الحكومة 48 ساعة. وخلال اجتماع حضره أهالي البلدة وفعالياتها، هددت عائلة ذبيان بالتصعيد في حال تعرض ابنها لأي ضرر. وفي ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وزع حزب الوطنيين الأحرار الهدايا على أبناء العسكريين المخطوفين في ظل غصة كبيرة في قلوب الأهالي الذين أكدوا أن لا عيد وأبناؤهم ليسوا بينهم. لحظات فرح قليلة يسرقها أهالي العسكريين المخطوفين وأبناؤهم. عيد جديد يمر عليهم وهم ينتظرون، ولا جديد في ملف المفاوضات مع الخاطفين. وفي محاولة لإعادة معنى العيد إليهم، حمل شباب من حزب الوطنيين الأحرار هدايا إلى الأطفال الذين يقضون معظم أوقاتهم في ساحة رياض الصلح. جينا نقول أنه اليوم نحن جينا نزرع بسمة لأطفال ما حدا سألن عنهم، ذنبهم الوحيد أنه أهلهم قرروا يدافعوا عن الجمهورية اللبنانية، منهم صاروا أولاد شهداء ومنهم أولاد أسرى. جينا تنقول أنه هالفرحة اللي احنا اليوم ممكن نجرب نزرعها ما رح تكتمل إلا بعودة أهليهم. الدنيا مش عيد، بس بنشكر الوطنيين الأحرار لأنه فكروا شوي عودوا أولادنا عن بياتهم اللي مش هون، ولو بكادو صغيرة هي يمكن رمزية، بس حسوا أولادنا أنه في حدا معاهم غير لما احنا كمان ما نحس أنه في حدا معنا. في غصة كتير كبيرة أكيد، يعني العيد ما بيكتمل إلا برجوع خيي وكل الشباب أكيد عبيوتهم ولعيالهم، بس نحن اليوم موجودين هون لحتى شوي نزرع البسمة اللي انحرموا منها هالأطفال بغياب بياتهم. نحن يمكن مش رح نقدر نحس مثل ما هني عم بحسوا، بس بالنهاية هني ما زنبهم شيء، وهيدا العيد إلهم، وإن شاء الله بيكون عيد مبارك على الجميع. إن شاء الله كل إنسان مظلوم بهالعيد بيرتاح. وفي هذا العيد أمنية لأطفال ولدوا في ظل غياب أبائهم وكبروا وهم يلعبون في هذه الساحة دون أن يعرفوا السبب. ليرجع خاله. هنأ وزير العدل في لبنان اللواء أشرف ريفي شعبة المعلومات على الإنجاز الذي حققته بتوقيف شبكة تابعة للنظام السوري في الوقاع مسؤولة عن خطف معارضين سوريين، معتبرا أنه إنجاز يضاف إلى إنجازاتها السابقة في مكافحة الإرهاب. في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل: سجن للنصرة يوفر لضيوفه دروسا شرعية.
استعجلت جبهة النصرة في ريف إدلب إنشاء سجون نزلاؤها من الجيش الحر والفصائل المعارضة تلحظ توفير دروس شرعية لمن يصنفون على أنهم أحيانا من الخوارج. مهجع واحد هو أحد سجون جبهة النصرة في جبل الزاوية بريف إدلب، والنزلاء يتجاوزون 150 من مقاتلي ثوار سوريا وجبهة الحق وألوية الأنصار وغيرها من فصائل الجيش الحر في المنطقة. لا ضرورة طبعا لتوافر الشروط الصحية اللائقة هنا، فالوضع في سجون النظام ليس أفضل. المهم أن عناصر النصرة يوفرون دروسا شرعية للمعتقلين وعظات دينية لإرشادهم، وهم المتهمون بالإفساد في الأرض ومحاربة جبهة النصرة، ويخضعون للمحاكمة في دار القضاء التابعة للجبهة بعدما ارتكبوا ما تصنف بالجريمة. أنا من ألوية الأنصار التابعة لمزقال عبدالله. بعد ما هربنا من سجنة اتجهنا لقلعة القلعة وقعدنا هنيك نهارين. اجل عندي من شغط نهارين اجل عندي جماعة الأخوة في جبهة النصرة وقالوا نحن من الأخوة من جبهة النصرة وانتم مطلوبين لنا بدون لا مقام حتى ترقيم سلاح علينا، ما صار أي ترقيم سلاح. المسؤول عن سجن النصرة في جبل الزاوية أبو محسن يوضح أن مهمة عناصر السجن تكمن في تأمين المياه والطعام والمنامة للمساجين، لافتا إلى أنه بعد التحقيق يتم تحويل المساجين إلى دار القضاء في المنطقة التي تصدر الأحكام المختصة. وهاي الأمانات موزعة موجودة هون مؤمنة بإذن الله، ما راح ينقص أي شخص أي شيء. وفي المسؤول عن إصدار الأحكام ومحاكمتهم هي دار القضاء، هاي ما أنا مسؤولية هذا المكان. في ظل تقدم النصرة على حساب فصائل الجيش الحر انطلاقا من جبل الزاوية في ريف إدلب ترتسم معالم الإمارة، وللمرة الأولى تسجل وسيلة إعلامية الأناضول وقائع سجون النصرة والمعتقلين فيها في هذه الناحية. تحول مخيم أقجى قلعة جنوب تركيا إلى ما يشبه مدينة صغيرة تغص باللاجئين السوريين، وتبذل أنقرة أقصى ما يمكن لتوفير حياة كريمة للقاطنين. هي أشبه بمدينة صغيرة لكنها مجرد مخيم في ولاية شنلي أورفا جنوب شرقي تركيا باسم أقج قلعة، حيث يحاول اللاجئون السوريون المقدرون ب30,000 الصمود ومواكبة المستجدات في 5,352 خيمة تنبسط على مساحة شاسعة. السلطات التركية تسعى جاهدة لتوفير الخدمات الضرورية في مختلف المرافق، فضلا عن إشراك السوريين القاطنين في إدارة شؤون المخيم من طريق مخاتير الأحياء الذين ينتخبهم سكان المخيم والمجالس المختلفة. إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد تشرف على تقديم الخدمات المختلفة في مجالات الغذاء والتعليم والصحة وتوفير الأمن في المخيم. وأوضح قائم مقام بلدة أقجى قلعة أيوب فرات لوكالة الأناضول إنهم قطعوا شوطا كبيرا في إشراك السوريين بإدارة المخيم الذي أقيم قبل نحو عامين، مشيرا إلى تشكيل مجالس للنساء والشباب والأطفال وكبار السن في هذا الإطار، منوها بأنهم يستشيرونهم ويتواصلون معهم دائما. ولفت المشرف التركي إلى تواصل أعمال تجديد المستشفى في المخيم الذي استقبل نحو 65,000 سوري منذ تأسيسه وشهد ولادة قرابة 2,000 طفل، مشيرا إلى تجاوز عدد الطلاب في المخيم 10,000. أنقرة تؤكد في كل مناسبة أنها لا تنظر إلى السوريين على أنهم لاجئون بل ضيوف، ما يوضح توافر مسرح ومعرض للرسوم في المخيم إلى جانب تنظيم أنشطة ومسابقات رياضية تسهم في توفير ظروف طبيعية للهاربين من الحرب. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: مواجهات عنيفة وقصف بالصواريخ في حي جوبر بدمشق، الأكراد يحاصرون المركز الثقافي في كوباني حيث يتحصن مسلحو داعش، لاريجاني يأمل من دمشق بتقديم استراتيجيات وحلول لمكافحة الإرهاب ويرى أن حل الأزمة السورية سياسي وقائم على أسس ديمقراطية، العميد المشق مناف طلاس يتهم الأسد ببيع سوريا للإيرانيين وبمحاولة اغتياله بعبوات ناسفة زرعت خارج مكتبه في دمشق. إلى هنا تنتهي النشرة، شكرا لصائكم، إلى اللقاء.